مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كان صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر. محل نقاش. تحالف عسكري تسلل إلى قلوب وشعوب دول المنطقة من بوابة القدس، لكنه لم يدخلها يوما. والسؤال، هل هو فعلا محور للمقاومة أم محور المصالح الإيرانية؟ فكره وجود مقاومه دائما يعني مطلوبه. فدو اسرائيليه فدو لم تكن مقاومه انما مقاوله، هي كلها تابعه لايران. مبايعه هي تبع مقاومه. انا كل واحد بيعمل لمصلحته. فاني اشد على اي مقاومه. المستفيد الاول ايران نفسها. فيش حدا بيجي يضرب حدا بيخبره كيف بده يضربه. افادت اسرائيل طبعا. خطوه لحفظ ماء الوجه. خففت شوية عن الحمل التقيل اللي كان بتواجه غزة. بعد عم تتدمر غزة. شو صار؟ إن هي زودت ثورة إسرائيل على غزة. لم نرى أي أثر يعني. نسقوا هذا الضربة الصاروخية لإسرائيل. أثرت بشكل كبير هذه الفترة. حكي بلا طعم. بقوة ما دمرتنا بلدنا نحن. بس كله بمشي ورا مصلحته. مهمة لتخفيف الضغط على غزة. كل شيء عمله حزب الله خراب للبنان. ليس لديها القدرة. المستفيد الوحيد هي إيران. لأول مرة يتم استهداف العمق الإسرائيلي من دولة ما. بس شيء مسخرة يعني. المشكلة أنه بيدفع الثمن الشعوب. ما الذي جرى الشعب الفلسطيني في غزة إلى اليوم؟ القضية الفلسطينية تحتاج إلى دعم حقيقي ولا تحتاج إلى هذا النفاق السياسي. غزة لها الله يعني. غزة لها الله. محور المقاومة أو الممانعة مصطلح لطالما أثار الجدل والنقاش بين من يراه مظلة إيرانية لتحالف عسكري سياسي نجحت إيران في حشده، بدءا بحزب الله في لبنان وعبورا إلى حركتي حماس والجهاد في فلسطين، مرورا بالعراق عبر ميليشيا مسلحة، وصولا لجماعة الحوثي في اليمن، وعبر تواجد عسكري في سوريا مثل ركيزة للحرث الثوري الإيراني. كيانات مسلحة أوجدتها إيران في تلك العواصم بموازاة الدول، لكن الاعتقاد ظل أن القرار السياسي هناك في طهران. نفوذ إقليمي رآه الكثيرون مصدر تهديد لأمن المنطقة واستقرار دولها، شعاراته خطفت العواطف العربية والإسلامية، خاصة وأنها تصدت عبر شعارات قوية لمواجهة إسرائيل وأمريكا. وبات السؤال، هل حقق هذا المحور شيئا من أهدافه المعلنة أم أنه أضر فقط بأمن واستقرار دول المنطقة ووضع أطرافه في معادلات صعبة؟ بين هذا المكان وهذا بضعة كيلومترات وثلاثون عاما، والأهم درس في المواجهة تعلمه من يقدم نفسه عدوا لإسرائيل وأمريكا. الأول كان لقصف إسرائيل بصواريخ عراقية باليستية في عهد صدام، حينها اقترن القول بالفعل، والنتيجة سقوط بغداد في 2003. الثاني هو موقع اغتيال من كان رجل إيران الأول بعد خامنئي وكبير رجال محورها على طريق القدس، ضربة وصل صداها للداخل الإيراني لكنها ظلت بعيدة عن العاصمة، وهذا هو المهم. فالنظام الإيراني الذي اكتسب شرعيته من عدائه للغرب أراد أن ينصب من نفسه القوة الإقليمية المهيمنة في المنطقة دون تكرار سيناريو العراق. ومن هنا تبلورت فكرة تأسيس ما يعرف اليوم بمحور المقاومة. الحرس الثوري الإيراني قام بتوسيع المقاومة الإسلامية بحيث انتشرت عبر نصف مليون كيلومتر مربع في الشرق الأوسط. إيران خلقت استمرارية إقليمية للمقاومة من خلال ربط إيران والعراق وسوريا ولبنان.
لسنوات ثبت المحور ركائزه من بوابة الوحدة المذهبية والعدو المشترك، وخلفهما دعم مالي وعسكري ولوجستي كبير، مستفيدا من نجاح تجربة حزب الله في لبنان في الثمانينات. تمدد المحور بسياسته هذه إلى 4 عواصم عربية، فزعزع استقرارها وخلق كيانات عسكرية موازية لجيوش هذه الدول. في حرب غزة أراد المحور تفعيل جبهاته وتوسيعها، فأشعل وكلاؤه في لبنان الجبهة الشمالية. تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة. من العراق بدأ المدرجون تحت مسمى المقاومة بإطلاق المسيرات. نحذر العدو الصهيوني من التمادي. عدا ذلك قرر المحور إقحام خطوط الملاحة والتجارة العالمية في الحرب قرصنة وتخريبة. نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية 4 عمليات مشتركة على 4 سفن. أما عن عزم إيران والمحور فتكشف في الرد على ضرب قنصليتها في دمشق. ظاهريا تبدو نيران المحور موحدة، فالهدف المعلن منها هو نصرة المقاومة لبعضها البعض في لحظة الاشتباك. لكن أعضاء المحور في غزة بهجوم 7 أكتوبر فرضوا تصعيدا جديدا لم تكن تحسب له إسرائيل يوما حسابا، وربما إيران أيضا. هجوم غير قواعد اللعبة في المنطقة وساحات كثيرة. وهذه حلقة خاصة من محل نقاش عن هذا الموضوع، محور المقاومة أم محور المصالح الإيرانية. نرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مرحبا بك دكتور. وأرحب أيضا بضيفي السيد واثق الجابري الكاتب والمحلل السياسي، واسمحوا لي أيضا أن أعبر عن ترحيبي من طهران بالسيد محمد مهدي شريعتي مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، وينضم إلينا أيضا من لبنان سيد توني بوليس الكاتب الصحفي. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من محل نقاش. دكتور سمير، لماذا دائما تتصدى بالمواجهة الشرسة لما تعتبره محور المصالح الإيرانية وليس محور المقاومة؟ يعني أولا علينا أن نتفق جميعا أنه لسنا بصدد التشكيك في شرعية المقاومة، لأن هذا الأمر أقر في الأمم المتحدة في سنة 47، القرار 3214 وافق أو أقر شرعية المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة. لكن الأمر يتجاوز هذه الشرعية الدولية، يتجاوزها الآن إلى ما تقوم به ما يسمى بمحور المقاومة. محور المقاومة هناك نظرية كبيرة تتحدث عن الدور الأمريكي في البقاء أو إبقاء إيران في المنطقة ونفوذها المتسع في المنطقة، باعتبار أن هذه إحدى أدوات الاستراتيجية الأمريكية للاستفادة منه على أكثر من صعيد. أولا تقسيم المنطقة دينيا، وهذا أمر يعني كانت تلعب عليه بريطانيا العظمى في السابق وورثته الولايات المتحدة الآن، أنه نقسم المنطقة إلى معسكرين، معسكر شيعي ومعسكر إسلامي سني، وهناك صراع مفتوح بينهما. أن نستخدم إيران كتهديد للمنطقة العربية وللدول العربية حتى يتم ابتزاز الدول العربية وإقبالها على شراء مزيد من الأسلحة الأمريكية، وهكذا هناك مصالح أمريكية متقاطعة كثيرا مع المشروع الإيراني وخاصة. ولكن محور المقاومة يقول أنه يتصدى للنفوذ الأمريكي والعدو الإسرائيلي، هذا لنرى. هو شعاره الرئيسي. لنرى الفرق بين الشعار وبين العمل. العمل الفصائل التي أولا إيران لم تتصدى على الإطلاق للمشروع، ولم تتصادم مع المشروع الإيراني، وأكثر الأمور المشروع الإسرائيلي المشروع أمريكا وإيران. أنا بتكلم الآن على أمريكا وإيران. أكثر المسائل سخرية، إثارة للسخرية، عندما اغتال ترامب قاسم سليماني في العراق، ترامب بوقاحته المعهودة خرج وقال اتفقنا مع إيران، إيران قالت سنرد ب 12 قذيفة على مخازن فارغة، واعتبر أن هذا الرد وقفل الملف على هذا الأمر. لم يحدث أي تصدي حقيقي عملي ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمثل
اعترافا بهذا التواطؤ اللي نسميه تواطؤ ما بين أمريكا وما بين إيران، واستخدام إيران كفزاعة وكما قلنا للانقسام العربي الديني المذهبي سني وشيعي. وأذكر هنا بأن خامنئي هو أول من ترجم أعمال سيد قطب، يعني استفاد من سيد قطب وترجم أعماله وقرر هذه الأعمال على الكادر. بالتالي هناك علاقة أيضا مذهبية ما بين الإخوان المسلمين التي هي أصبحت أحد الأدوات، لأنه ما الذي يفسر علاقة حماس بإيران؟ مفروض حماس سنية تنظيم سني وإيران تنظيم أو تمثل المحور الشيعي، يجمعهم الهدف كما يقولون التخلص من الاحتلال الإسرائيلي. ليس صحيحا. الأول قلنا هو أثبتنا أنه لم يوجد في تاريخ العلاقة ما بين من الثورة الإيرانية حتى الآن صدام حقيقي مع الولايات. طيب اسمح لي دكتور الأمريكية. طيب اسمح لي هل إسرائيل، هل محور المقاومة يهدد إسرائيل حقيقة ولا يساعدها؟ لازم يبقى فيه. طب هذا سؤال يمكن أن نطرحه، لكن اسمحوا لي ضيوف الأعزاء أن نشارك أيضا ضيوفنا عبر الساتلايت لأنهم ليسوا معنا في الاستوديو، نعطي لهم الحق أيضا. بداية دكتور محمد مهدي شريعتي، مدارس سمعت إلى ما قاله دكتور سمير غطاس وأنه ليس هناك محور مقاومة من وجهة نظره، ولكن هو استخدم تعبير التواطؤ الإيراني الأمريكي على الإقليم، بماذا ترد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ولمشاهدي قناة عربية. يعني إذا كانت تتم الدراسات الاستراتيجية بهذا النوع من السذاجة الاستراتيجية، ماذا ستكون النتيجة على أصحاب القرار الذين يستخدمون هذه الدراسات من أجل اتخاذ قرارات؟ الإيران منذ 45 سنة والحصار الأمريكي مفروض عليه، واجهت الكثير من المشاكل من جراء محاولات الهيمنة الأمريكية، من إثارة الفتن الداخلية إلى محاولة القيام بانقلابات عسكرية وضرب الطائرة الإيرانية على مياه على أجواء الخليج الفارسي، إلى حتى مساعدة وحث أمريكا النظام العراقي السابق نظام صدام حسين بشن حادثة. هناك يعني سلسلة كبيرة من المؤامرات التي حيكت بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وضد محور. يعني أنت تفند ما يقوله دكتور سمير غطاس بأنه ثم توافق أمريكي إيراني على اللعب أو العبث بأمن واستقرار هذه المنطقة، لا ترى أن ما قاله دكتور سمير محق فيه؟ مع كل هذه المؤامرات والحالات العدوانية والخيار العسكري موجود على الطاولة الأمريكية منذ عهد الرئيس بوش الأب والمواجهات التي حصلت في المنطقة ثم نأتي ونتحدث عن شريعة مداريو، بماذا تفسر تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية مع انتفاضتين شعبيتين كبيرتين للغاية في إيران، في داخل إيران انتفاضة شعبية كبرى أيام أوباما وانتفاضة أخرى وتواطأت أمريكا بالصمت عليها، بينما عرفنا الموقف الأمريكي من انتفاضات أخرى في المنطقة العربية، بماذا تفسر تواطؤ الولايات المتحدة مع الدولة الإيرانية القمعية ضد الشعب الإيراني؟ يعني إذا أردت أن تقاطعني أنا سأنسحب. هذه ملاحظة بس. هو سؤال سيد شريعتي، تفضل أكمل وجهة نظرك، تفضل. تفضل. الدور الآن لي أنا، يجب أن أتحدث ولا يحق لك أن تقاطعني. ممكن لك. تفضل. تفضل. طيب أدير الحوار. يعني أنا أتوقع من البرنامج ومن المذيعة، وأنا أعطي لحضرتك، قلت لحضرتك أننا أعطيك الحق كاملا للرد، تفضل. لكن حينما يقاطعني لا يمكنني أن أتحدث. طب أكمل فكرتك، أكمل فكرتك سيد شريعتي، تفضل. نعم، أما عن هذه الأسطوانات القديمة، التقسيم الديني وما إلى ذلك، الشيعة والسنة، لا حماس شيعية ولا الجهاد الإسلامي شيعية، حركة الجهاد الإسلامي، ولا الحوثيون في اليمن شيعة إثنا عشرية كما هو الحال في إيران، ولا حلفاء إيران وحزب الله في لبنان هم شيعة، ولا النظام السوري نظام شيعي، ولا سابقا حينما دعمت إيران المسلمين في البوسنة والهرسك كانوا شيعة. يعني هذه الأسطوانات أتصور أصبحت، ولا طبعا ليس هناك حلف بين إيران وبين الإخوان المسلمين، وأخذ بكتاب
ترجمه السيد القائد قبل 70 سنة ليقول إن هناك علاقة بين إيران، ما هذا يعني؟ لا يمكن أن نضحك على عقول الناس بهذه الوسيلة. لا يوجد أي شيء مذهبي محور المقاومة فيه السنة، وقد يكون السنة أقوى في المحور إذا أخذنا حركة حماس والجهاد الإسلامي نموذجا، وأيضا جزء من المقاومة العراقية وآخرين، قد يكون السنة أقوى من الشيعة في هذا المحور. هذه يعني الأسطوانات أصبحت قديمة. طيب. اليوم أنا واقع جديد، هناك معادلات فرضت على هذه المنطقة، نبقى وأن نتحدث بلغة ما قبل 40 أو ما قبل 50 سنة، وأن نعيد العالم والجمهور والمتقين لهذه الرسالة. طيب. اسمح لي سيد شريعتي حتى يكون هناك إنصاف في توزيع الوقت. لن ينفع القضية في هذه المنطقة. طيب اسمح لي أن يرد على ما قلته الآن سيد توني بولس من لبنان. أنت استمعت إلى ما قاله سيد شريعتي، وقال بشكل واضح ليس إنصافا أن يقال أن هناك انحياز واضح للشيعة ومحاولة لتقسيم الأمر على أساس مذهبي سني شيعي، أن هذه الادعاءات ليست صحيحة وأن إيران بريئة منها. بماذا ترد؟ مساء الخير لجميع الضيوف والمشاهدين. يعني في الواقع يعني هذا الكلام يعني غير واقعي ولا يعكس حقيقة الأمر الميداني. فالتمدد الإيراني أتى عبر التمدد المذهبي الطائفي، وعبر محاولة ربط جميع الشيعة في المنطقة العربية بإيران بشكل مباشر، علما أن الشيعة سابقا قبل التمدد الإيراني كانوا مواطنين ضمن دولهم، وهم يعني يوالون الحكومات ولديهم المواطنية الكاملة، ولكن تدخل إيران ودعمهم بهذا الشكل حولهم من مواطنين شيعة بنسبة كبيرة إلى جالية إيرانية في هذه الدول، باتت تسلحهم وتقوم تساعدهم في بناء الميليشيات، وتحولت تلك الميليشيات إلى مصدر لعدم الاستقرار في تلك الدول ولاحقا. طب من لبنان أنت تتحدث، إذا طبقنا ما تقوله إذا كان صحيحا، كيف يمكن تطبيقه على لبنان تحديدا كنموذج؟ يعني لبنان نموذج واضح جدا في التدخل الإيراني وتحويل الشيعة إلى أو نسبة كبيرة من الشيعة صح التعبير إلى جالية إيرانية وفيلق القدس الإيراني. في لبنان كان الشيعة سابقا بمعظمهم ضمن الأحزاب اللبنانية، والأكثرية الصاحقة منهم كانت تابعة للحزب الشيوعي اللبناني، ولاحقا دخلت حركة أمل على الخط، وكانوا جميعا ضمن المنظومة أو المكونات اللبنانية. وبالرغم أن كان هناك حرب أهلية لبنانية، لم يكونوا بشكل واضح انخرطوا ضمنها في البداية، ولكن التدخل الإيراني ابتداء من عام 1982 في لبنان، عندما أتوا وبدأوا بتدريبهم وإعدادهم كتنظيم تحت عنوان مقاومة إسرائيل، بدأت هيكلتهم العسكرية. في الواقع حملوا شعار براك يجذب اللبنانيين ويجذب العرب، وهو يحمل تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. وكان حينها يعني الوضع في لبنان مضطرب، وكانت الأحزاب اللبنانية متقاتلة، ولم يكن هناك. ألا يتصدى حزب الله في لبنان للاحتلال الإسرائيلي؟ ألا يتصدى حزب الله في لبنان؟ ربما البعض قد يتساءل، من يشاهدنا الآن ربما يطرح هذا السؤال بشكل واضح، ألا يتصدى حزب الله في لبنان لإسرائيل؟ دعيني أقول أن قبل حزب الله كان هناك مقاومة لبنانية تضم جميع الطوائف اللبنانية والمكونات ومن مختلف الأحزاب اليسارية التي كانت تقاوم إسرائيل، ولكن عندما أتى حزب الله ضرب هذه الحالة. حتى كثير من المعلومات، وهذا ينقله يعني مسؤولون في الأحزاب مثل حزب الشيوعي وغيرها من الأحزاب، يقولون أنهم كانوا يقتلون أثناء مرورهم لمقاومة إسرائيل، لأن حزب الله كان يريد أن يحصر المقاومة به، وحول تلك المقاومة الوطنية صاحبة جميع المذاهب والمناطق اللبنانية إلى منطق طائفي شيعي تموله إيران وتقوده إيران. وبالتالي كانت مقاومة إسرائيل غطاء وزريعة وشعار براك تلطى تحته لبناء ميليشيا. ولاحقا عندما أتى اتفاق الطائف كنت أشير،
وبدأت بمشروع بناء الدولة، كان دخل الاحتلال السوري إلى لبنان وساهمت تلك على طيب. دعم تلك اسمح لي سيد توني أن يشاركنا أيضا نعم لو كن مرة أخرى منصفة لأن لدي 4 ضيوف في هذه الحلقة. سيد واثق، يقال دائما أن أحد الركائز الرئيسية أيضا لهذا المحور محور المقاومة هي تلك الميليشيا المسلحة التي شكلت في إطار هذا المحور في العراق، والتي تسببت من وجهة نظر البعض في تهديد استقرار العراق ووحدة أراضيه، باعتبار أن أصبحت هناك قوة عسكرية موازية لقوة الدولة، وهذا لا يحدث في الدول. نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. إذا تحدثنا عن محور المقاومة وهذه القوى، يعني سواء كان في العراق ويعني في كل الدول التي تحدثون عنها وارتباطها في إيران، يعني هنا يعني في عام 79 بعد الثورة في بستة أشهر إيران أطلقت يوم القدس، وهذا معروف يعني سنويا يحيى من قبل هذه الدول أو هذا المحور. هذه القضية يعني كل القوى الموجودة في المنطقة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرهم هم يتفقون من حيث الاستراتيجية والأهداف، لكن يعني أنت تراه محور للمقاومة أنهم قاوموا سيدة الفاضلة، كل هذه الأطراف هي أتت بها، لكل بلد له ظروف محددة. في لبنان كما تحدث الضيف جاءت بعد الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، وفي سوريا عندما سقطت 83% في ولكن سوريا. دكتور سمير يقول لك أن لم يتصدى هذا المحور يوما لإسرائيل بشكل مباشر، ومن الآن ومن يقاتل إسرائيل الآن، لكن لذلك أما مسألة الدعم والارتباط في إيران، أنا قلت من حيث الاستراتيجيات والأهداف وما يتفقون، لكن من حيث الأهداف من حيث الأدوات والتأسيس وطبيعة التعامل يختلفون لطبيعة البيئة والدولة. أما القرار نعم، أين يصنع القرار؟ هل هو في طهران كما يعتقد البعض؟ الآن ما يحدث في غزة، إيران تقول أو ربما تلوم حماس، تقول إنكم اتخذتم بقرار بمعزل وأنا لا أعرف، وبالتالي نسمع هذا اللوم بشكل صريح. سيد شريعتي، هل في طهران لومتم حماس على 7 أكتوبر؟ لنستمع له سيد شريعتي. لا أنا أقصد لم يعلموهم بوقت انطلاق العملية وكيفيته وأدواته، لكن هل القوى متفقة؟ نعم، أنا أقول الكل متفق لأن الأهداف هي موحدة، لكن تختلف طيب قبل أن أذهب لسيد شريعتي، سيد سمير غطاس لديه رد على ما تقوله من أنه من يواجه إسرائيل الآن، هو يقول أن هذا المحور هو الذي يواجه إسرائيل الآن. نعم، هل السؤال هل هي مقاومة بالفعل أم مشروع للسلطة تسلطي؟ يركب أولا على موجة المقاومة ولا يؤثر في هذه في العدو الذي يفترض أنه يواجهه. سنأخذ أمثلة، النموذج الأكبر هو إيران. ما هو المشروع الحضاري الإيراني الذي يجتذب الآخرين إليه غير أنه يرفع شعارات أنه يقاوم إسرائيل؟ داخليا ممنوع على السنة أن يترشحوا لرئاسة الدولة. هناك مليون ملاحظة على المشروع النهضوي، هو مشروع لعسكرة الاقتصاد الذي سينتهي. طيب بغض النظر عن الداخل الإيراني، ليس موضوعنا الآن، نحن موضوعنا الآن أن هناك محور يرفع شعارات تتصدى للعدوان وللهدوء والهيمنة الأمريكية ويدعم هذا ويسلحه ويقف بجانبه، ما الذي يعيبه من وجهة نظر؟ هل هو مشروع للمقاومة أو مشروع للسلطة والتسلط؟ لا أنا أقول اسمحي لي سيد، هذه القضية يعني إذا قلنا مشروع المقاومة هو وأعطينا الشرعية للشعوب بالمقاومة، فالقضية الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية شرعية والكل، والقضية الفلسطينية يعني كل نعم القضية. هل الآن الجرائم التي تحدث في فلسطين وأمام أنظار العالم هل هي يعني من الذي أعطى المبررات لإسرائيل حتى تقوم بهذا العمل؟ سيد الفاضل، الآن كل العالم كل العالم لا يوافقك، كل العالم يدين إسرائيل. نعم يدين، نعم إذن لكنه لا يوافق على مقام الدين حماس، لا الفلسطينيين ولا العالم. طيب كله العالم الآن 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 الكل يدعم الفلسطينيين. نعم يتعاطف مع الفلسطينيين والشعب الفلسطيني ولا يتعاطف مع حماس ورموزها. اترك لي تفضل كل
العالم يدعم القضية الفلسطينية بغض النظر. لا خلاف على هذا الأمر. نعم. لا خلاف على هذا. العرب يرسلون المساعدات، كل يعتقد بالأدوات. ولكن نحن ممكن كل إلا إيران التي لم ترسل أي مساعدة للشعب الفلسطيني. هي المساعدة كل يعتقد بهذه. قدمت السلاح والدعم وقالت حماس هذا الأمر مرارا وتكرارا أن هناك دعم كبير للمقاومة بالتسليح وبالتدريب زي ما أشرنا. نعم وصلنا. فقط لإيران. وهنرجع تاني نتكلم متى تثور إيران؟ هل النصرة للشعب الفلسطيني ولا فقط عندما يقتل قادتها؟ 33 ألف فلسطيني قتلوا في غزة ولم تسأر دكتور إيران لهم. فقد تحركت لمدير إسرائيل. ساعدوني لإدارة النقاش بقدر من الهدوء حتى يتابع المشهد. تفضل. إذا قلنا هل المساعدات والإرسال والدعم السياسي ممكن أن يجرح القضية؟ وصلنا إلى حد أنه بحدود 74 قرار دولي لم ينفذ من قبل إسرائيل وبرعاية الولايات المتحدة، والقتل في الفلسطينيين مستمر. إذن لا سبيل لإخراج هذا الكيان. وهل هذا ما يقوم به بحرب إلا بالسلاح؟ هل هذا ما يقوم به محور المقاومة أو الممانعة؟ الفلسطينيين قرروا. أنا أسألك سؤال مباشر. هل هذا ما يقوم به محور المقاومة أو الممانعة في الأخير؟ محور المقاومة يتفق معهم من حيث الاستراتيجية. هدفهم الاستراتيجي إخراج المحتل وحل القضية الفلسطينية وإرجاع حقوق الفلسطينيين. طب لنذهب. هذه المتفق. طب إذن أرجوكم أن نذهب نعطي الحق للسيد شريعتي مدار للرد على هذا الأمر. كان السيد سمير غطاس يقول لك ما الذي قدمته إيران للمقاومة؟ إيران لم تتحرك لمواجهة إسرائيل بشكل مباشر إلا حينما ضربت قنصليتها، وليس على مدار السبعة أشهر الماضية حينما حدث ما حدث في غزة. نعم، أولا اسمح لي أن أرد على بعض النقاط التي وردت في النقاش. لا يوجد أي حزب من أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية باستثناء طبعا حزب جنبلاط لا يؤيد المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله. أنا أتحدى ضيفك من لبنان أن يأتي اسمي حزب واحد ومن ضمنهم الحزب الشيوعي اللبناني الذي لا يؤيد هذه المقاومة. لذلك لا يعني بدون مزايدات أنه كانت حركة وطنية. الحركة الوطنية اليوم تؤيد المقاومة الإسلامية. النقطة الثانية. طب اسمح لي أن يرد، لأن حضرتك ستتولى الرد على عدد من نقاط الضيوف. اسمح لنا أن يرد السيد توني بولس على هذا الأمر، لأنه هو من طرح الفكرة التي تتصادم مع ما تقوله حضرتك. إجابة قصيرة سيد توني لنعطي الرد للسيد شريعتي بعد ذلك. تفضل. هو يقول لك أن كل الأحزاب هي حقيقة دامغة لا يمكن كانت مقاومة وطنية تضم جميع الأحزاب اللبنانية. عندما أتى حزب الله هو من صف تلك المقاومة وقتل أعدائها وكان يقتل المقاومين الذين كانوا يذهبون إلى الحدود مع إسرائيل لمقاتلة إسرائيل، كان يقتلهم قبل الوصول إلى الحدود، وكل ذلك بإشراف النظام السوري حينها بهدف حصر المقاومة في فصيل حزب الله وتقوية هذا الفصيل وجعله هو الذراع الإيراني في لبنان. تحت شعار المقاومة تم تكوين ميليشيا حزب الله، وهي ميليشيا طائفية متطرفة دينية تحمل عقيدة. هو يقول لك أنها تمثل المقاومة اللبنانية إلى جزيرة خمينية. هو يقول لك أنها تمثل المقاومة اللبنانية. أبدا لا تمثل المقاومة اللبنانية وترفضها المقاومة اللبنانية رفضا قاطعا. طيب. وهي نقيضها تماما. طيب. المقاومة اللبنانية كانت من جميع الفئات اللبنانية ومن جميع الطوائف وكل المناطق اللبنانية. أما هذه المقاومة بين هلالين هي مشروع طائفي هدفه اليوم أن يكون جيشا إيرانيا في لبنان للاستيلاء على لبنان. حسن طيب. نصر الله نفسه قال عام 1985 أن هدفه تحويل لبنان إلى جزء من الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا بلسانه وبصوته وبصورة موجودة عن جميع يعرفها. طيب بالتأكيد. هذا هو مشروع حزب الله. بالتأكيد. وليس مشروعه إزالة. بالتأكيد سأستمع إليك، ولكن اسمح للسيد شريعتي أن يرد قبل أن نتوقف سيد شريعتي أمام ما قاله قاسم سليماني بالصوت والصورة، ولكن لك حق الرد سريعا إذا سمحت. يعني أتصور أنه بهذه الطريقة لن نصل إلى نتيجة. أنت لا تسمحين لي أن أكمل كلامي. أنا سؤالي كان واضحا ولم يرد ضيفك عليه، وإنما طرح شعارات ومصطلحات واعتدنا عليها. أحزاب الحركة الوطنية ما كان يسمى وما زال يسمى بالحركة الوطنية اللبنانية، أحزاب هذه الحركة معروفة،
هل هناك حزب من هذه الأحزاب يعارض المقاومة الإسلامية اليوم أو كل هذه الأحزاب تؤيد المقاومة الإسلامية؟ سؤالي واضح جدا ولم يرد عليه لأنه لا رد على ذلك. كل أحزاب الحركة الوطنية أستطيع أن أرد. هل حزب التقدم الاشتراكي هو مع المقاومة؟ هل حزب المراتويتون هو مع المقاومة؟ هل تنظيم الشعب الناصري هو مع المقاومة؟ هذه هي أحزاب الحركة الوطنية مع المقاومة. كل أحزاب الحركة الوطنية باستثناء حزب جنبلاط قبل أن تقولها أنت باستثناء حزب جنبلاط كل أحزاب الحركة الوطنية غير صحيح. غير صحيح. لا صحيح. وأتحدى المقاومة وحدها هي فصيل شيعي ما يوجد غيره. طيب لنفض هذا الاشتباك لمواصلة الحوار، ولكن اسمحوا لنا قبل أن يكمل السيد شريعاتي مداري ما لديه من ملاحظات نستمع إلى ما قاله قاسم سليماني قبل 3 أشهر من اغتياله، وتوقفوا أمام التاريخ الذي قال فيه هذه العبارات، ربما هناك تشابه بينه وبين تاريخ آخر مهم. استفامت مقاومت را توسعه داد، هم کمی و هم کیفی، و مقاومت را از یک جغرافیای 2000 کیلومتر مربعی در جنوب لبنان به 500,000 کیلومتر مربع توسعه داد. دوم، سپاه آمد اتصال سرزمینی بین مقاومت درست کرد، یعنی ایران را به عراق متصل کرد، عراق را به سوریه متصل کرد، سوریه را به لبنان متصل کرد. أعطي الرد لسيد شريعتي، وبالمصادفة هذه التصريحات لقاسم سليماني كانت يوم 7 أكتوبر، يبدو أن هناك تفضيل لهذا التاريخ. صحيح كما يقول البعض أن إيران تقول أنها لم تكن تعلم بموعد 7 أكتوبر، لكن بماذا تعقب على هذه العبارات والتصريحات التي قالها قاسم سليماني والتي هي راسخة في الأذهان أن ثمت سيطرة إيرانية وفقا لكل التصريحات الإيرانية على العواصم العربية، وأن القرار لديكم باعتبار أن هذه المنصات لكم في المنطقة هي بمثابة أذرع لإيران؟ يعني أنا أستغرب من أن الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ليس أمرا صعبا، يمكن أن تضع هذا الكلام في جوجل ترانسليت ترجمناها باللغة العربية. لم يتحدث لا عن السيطرة ولا عن أي شيء آخر، هو يقول إن إيران قامت بتوسعة محور المقاومة وهذا أمر معلن. إيران قامت أولا ببناء القوة وبنت قوة ردع يحسب لها 1000 حصان اليوم، ثم قامت بإيجاد تحالف في هذه المنطقة نسميه اليوم محور المقاومة، ووسعت هذا المحور بعد أن كان مثلا في جنوب لبنان. وهذا ما ترجمناه بالمناسبة، هذا ما ترجمناه على الشاشة، ربما ليست أمام حضرتك الترجمة لكن هذا بالضبط ما ترجمناه. تسمحي لي أن أكمل كلامي؟ تفضل. أو لا تفضل، تريدين أن تهددنا ليه؟ تحدث أو لأسكت؟ لا، ولكن دكتور سمير غطاس يقول لك أنه يشعر أنه محدد الحوار. كمل، مش عايز تكمل. لا لا لا، دعني أدير الحوار الدكتور سمير. يعني هو يشعر، استخدم تعبيرات التهديد وكأنك يعني راكب دبابة في الحوار. طيب ثانية، هو يشعر بأن ثم تهديد من حضرتك سيد شريعتي مداري وأنت تتحدث معه، أو في مسألة أنه هناك من يريد إعطاء الفرصة أيضا للتعبير. تفضل. لكن كل الضيوف تحدثوا اكثر من انت، تحدثت اكثر منا. طيب انا اوزع الوقت، هو يريد فقط ان يطمئن انك لا تركب دبابه الان. تفضل سيد شريعتي، هو دبلوماسي بالمناسبه. تفضل سيد شريعتي. ثم يقول ان ايران ربطت هذا المحور، تاسيس محور المقاومه وربط الساحات، وحده مفهوم وحده الساحات، ربط الساحات المختلفة لمحور المقاومة، هذا لا يعني هيمنة، لا نضحك على عقول الناس. الهيمنة باللغة الفارسية لها مصطلح محدد، لم يستعمل أي مصطلح من قريب أو من بعيد يرتبط أو يعطي معنى الهيمنة. لم تسمع يوما عبارة أننا نسيطر على 4 عواصم عربية، نسيطر على القرار في 4 عواصم عربية؟ اسمح لي فقط أن أخذ الإجابة، وهذا فاصل اضطراري، لا أقاطعك، ولكن هذا فاصل في البرنامج.
نذهب لهذا أذهب إلى هذا الفصل وأعود إليك سيد شريعتي لاستكمال هذا الحوار ونطرح السؤال أيضا، هل ساهمت حرب غزة في إحياء محور المقاومة أم كشفت عن هشاشته مستقبل المحور في ميزان معادلة جديدة؟ دام انه ايران انت عم تحكي انه هي اداه لاسرائيل، طيب مين في دوله سواء عربيه او غير عربيه قادره تعمل مثل اللي عملته ايران؟ لما تبقى غزه دوله محتله وما فيش حد بيساعدها، مين اللي هيواجه الاحتلال؟ ونعود مرة أخرى إلى هذا الحوار الساخن، وفي الفاصل كان الحوار ساخنا للغاية ما بين دكتور سمير غطاس وما بين السيد شريعتي مدار، ولكن سيد شريعتي إذا كان من الممكن أن تستمع لما قاله السيد دكتور سمير غطاس في الفاصل تفضل دكتور. وكنت تسأله عن شريعتي مدار طبعا أحد إذا كان هو ينتسب إلى هذه العائلة المحترمة جدا وهو أحد آيات الله المبجلين والمحترمين الذين لعبوا دورا هاما في تاريخ الثورة الإيرانية والذي أزاحه هذا النموذج التسلطي، هذا ما أردت أن أقوله. أريد أن أقول أيضا بسرعة شديدة أن ما يسمى بمشروع المقاومة هو مشروع للتسلط وللسيطرة. لقينا حزب الله مثلا استخدم المقاومة حتى يسيطر على لبنان ويعطل المشروع اللبناني وانتخاب رئيس اللبناني مرتين. حماس في فلسطين استخدمت المقاومة لتحدث انقلابا عسكريا دمويا باعتراف خالد مشعل الذي قال حسم عسكري، وتسلطت على الفلسطينيين من 2007 ل 2023، معروف تماما ماذا عانى الفلسطينيين في قطاع غزة. وأيضا النموذج الموجود في اليمن الآن مشروع تسلطي لم يقدم المقاومة، لا يمكن أن نكتفي فقط بأن المقاومة لها بارودة موجهة ناحية إسرائيل وهي تستفيد منها إسرائيل. ليقل لنا أحدا ما الذي فعلته المقاومة؟ هل أوقفت الاستيطان؟ هل حمت المسجد الأقصى؟ هل حمت المواطنين؟ ولا فقط تنتصر لجماعتها؟ هذا تنظيم مافيوزي كبير ينتصر فقط لعلاقات القبلية والعلاقات المافيوزية بين هذه القبائل. ماذا تقصد بالمافيوزية؟ المافيا تنتصر فقط لأعضائها. 33 ألف فلسطيني قتلوا ولم يتحرك أحد، وحزب الله محصور في. وأذكر بس السيد شريعة مداري أنه في 2006 قال لأنه ارتكب مغامرة حمقاء زي اللي ارتكبتها حماس في 7، قال لو أكن أعلم ما كنت قمت بذلك في 2006. من 2006 حتى 23 تعرضت غزة لخمس عمليات عدوانية، تبرأ منها حزب الله وأصدر بيانات لسنا نحن الذين أطلقنا صواريخ ولم يحرك ساكنا، فقط عندما قامت هذا التنظيم القبلي لنصرة بعضه بعضا، لم ينتفض أحد لنصرة الفلسطينيين. 33 ألف شهيد حتى طيب الآن. اسمح لي أن يرد سيد شريعتي. تفضل سيد شريعتي مداري، لك حق الرد العنقل للسيد الجابري، تفضل. أولا أتمنى على الدكتور سمير أن يتسع صدره وأن لا يقاطع جد. حتى أكمل. تفضل. حصلت الثورة الإسلامية في إيران غيرت المعادلات في المنطقة. إسرائيل موازين القوة التي كانت تعني أمريكيا وفلسطينيا التفوق الإسرائيلي المطلق، هذا المفهوم انكسر. إسرائيل التي كانت قد احتلت سيناء والجولان والجنوب اللبناني تراجعت في الكثير من هذه المناطق. أنا نسبة 73 كل الحروب العربية قلت عليك ألا تقاطعني. بس قول حقائق علمية لو سمحت. هو يتحدث أن تحرير الأرض في مصر جاء عبر حرب 73 التي حررت الأرض. أنت المفروض أن تكون شخص استراتيجي وتلتزم بأدب الحوار. أنا لا أقاطعك. تفضل. كل الحروب العربية ما يسمى بالحروب العربية الإسرائيلية للأسف كان المنتصر فيها الجانب الإسرائيلي. مش صحيح. كل الانتصار التي تحققت جاءت بعد عصر المقاومة، إن كان ذلك في تحرير جنوب سنة 2000، إن كان ذلك في حرب تموز التي اندحر الجيش الإسرائيلي لأول مرة، كسرت هيمنة الملكاوة والجيش الإسرائيلي، إن كان ذلك في الحروب التي شنها الكيان الإسرائيلي على غزة
مرورا بسيف القدس وآخرها كان سيف القدس كان طوفان الأقصى. الحروب والمواجهات العسكرية لا تقاس أهميتها ونتائجها بعدد الشهداء، وإن كان ولو شهيد واحد هو خسارة كبيرة. طب قل لي معايير أخرى، تحرير الأرض، حماية الشعب، حماية الأقصى، قل لنا معايير تانية. طيب قل لنا معايير أخرى، أنت ترفض هذا المعيار، قل لي معايير أخرى. هل المقاومة حمت القدس؟ هل المقاومة حررت سنتيمتر زيادة؟ ولا الآن غزة نقصت 20% من مساحتها؟ قل لي إيه بس المعايير؟ طيب لنعطي له حق الرد. تفضل سيد شريعتي، تفضل. هو يسألك ما الذي أنجزته المقاومة؟ ما النتائج التي تحققت على الأرض من مكاسب أفادت القضايا؟ أقاطعه أبداً. طيب تفضل تفضل. في طوفان الأقصى الكيان الإسرائيلي حدد موازين القوى، هو الملاك، هو يقوم بدراسات استراتيجية على ما يبدو في مركزه. موازين القوة هي أنه هل استطاع الكيان الإسرائيلي أن يحقق الأهداف التي أعلنها، أي إطلاق سراح الأسرى، 2 القضاء على حركة حماس، 3 إيجاد آلية لإدارة شؤون قطاع غزة تخضع له بشكل أو بآخر، 4 الوصول إلى قدرات حماس الدفاعية وصواريخ. طب 5 مواجهات، أنا هنا أسأل السؤال وليس السيد سمير، 5 مواجهات أو 4 حروب رئيسية خاضتها المقاومة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وحروب خاضها أيضا حزب الله في لبنان، ما هي النتائج التي عادت على القضية العادلة وعلى الحقوق العادلة سواء للبنانيين أو الفلسطينيين؟ جنوب الإسرائيلي الذي كان محتلاً منذ 78 ولمدة 22 عاماً تم تحريره بشكل كامل في سنة 2000، أليس هذا إنجازاً؟ ومزارع شبع حررتها؟ مزارع شبع حررها حسن نصر الله ولا ندم على ما قام به؟ طيب تفضل. اعترف بإيه يا راجل؟ أن تعترف بتحرير الجنوب اللبناني بشكل كامل؟ طيب طيب لأن نفصل هذا الأمر، أذهب إلى السيد توني بولس. يقول لك السيد شريعتي أن حزب الله بهذه الاستراتيجية التي اتبعها استطاع أن يحرر الجنوب اللبناني وهكذا كان ثمار المقاومة، بماذا ترد؟ أولا دعينا أقول أنه قبل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان كان جميع اللبنانيون يؤيدون المقاومة في قضية تحرير الجنوب ومقاومة إسرائيل، ولكن الانسحاب عام 2000 هناك علامات استفهام، وحتى هناك كثير من المذكرات والمعلومات التي نشرت على المستوى الأوروبي والتي تشير إلى دور ألماني بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مقابل أن يكون هناك بعض المزايا لحزب الله، مثل أن يدير حزب الله الجنوب منفردا دون الدولة اللبنانية. وبالفعل هذا ما حصل من ابتداء من عام 2000 إلى عام 2006، كان الجنوب حصرا بيد حزب الله، لا يوجد جندي واحد للجمهورية اللبنانية في الجنوب، وكان ذلك تحت ضغط خارجي وضمن اتفاق غير معروف وغير معلن، وبموجبه تم الصفقة رعتها ألمانيا في حينها. ثانيا دعني أنتقل إلى عنوان السؤال، هل المقاومة أنجزت شيء للمنطقة؟ المقاومة ساهمت في ضرب استقرار المنطقة، المقاومة ضربت العراق والوحدة العراقية، تلك المقاومة ضربت الشعب السوري وقتلت الأطفال والنساء في سوريا، وأيضا المقاومة المزعومة في لبنان أي حزب الله احتل العاصمة بيروت، متهم باغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، متهم بعشرات الاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية في لبنان لمواطنين وقيادات سياسية لبنانية، ومتهم أنه يستولي على الدولة اللبنانية. طيب بشكل اسمح لنا حتى إذا سمحت لي لأكون منصفة في الوقت. سيد واثق، ما قاله سيد توني الآن يلقي بظلاله على فكرة الاستقرار السياسي في العراق، وأن هذه الميليشيا المسلحة التي تحمل الحشد الشعبي، حركة النجباء، حزب الله العراقي وما إلى ذلك، أدخلت البلاد في معادلة لعدم الاستقرار من وجهة نظر الكثيرين، وليس معادلة الاستقرار وأمن هذه الدولة التي عانت وعانت الكثير. بماذا ترد؟ نعم، اولا لابد ان تعطيني الوقت الكافي لما اخذ اكثر من دقيقه. اولا يعني انا تحدثت عن المقاومه والفصائل التي في هذه الدول يعني وفي العراق تحديدا،
كل لها ظروف محددة في العراق يعني بالتحديد. دخول القوات الأمريكية كقوات وأعلنت بشكل رسمي أنها محتلة، ويحق للشعوب أن تشكل فصائل قوى تجمعات. نتحدث عن الآن، هناك دولة وطنية أنا أتحدث مراحل نعم. ومن حق الشعوب أن تقاوم الاحتلال، وهذا حق مشروع، وحتى الأمريكان يحترم خرج الاحتلال هذا واحد. ثم بعد ذلك كانت عصابات داعش اجتاحت العراق، وهي كانت في ركيزة أو رأس الحربة لمقاومة، تشكلت من هذه المجاميع تشكلت قوى، ومن ثم لهذه يعني القوى. هذه الميليشيا المسلحة نعم. التي انشأت في العراق هي التي واجهت ليست لوحدها يعني الجيش العراقي والشرطة العراقية والقوى والدول الصديقة وكل العالم ربما كان مع العراق، لكن عندما صدرت فتوى الجهاد الكفائي من المرجع العليا في النجف كانوا هم على رأس الحربة ومعهم تطوع الشعب العراقي. دولة وطنية الآن في العراق، لماذا توجد هذه الميليشيا ولا تريد الانضواء تحت لواء الدولة ليكون هناك جيشا عراقيا واحدا حفاظا على استقرار العراق؟ وهذه المشكلة، هنالك خلط بالمفاهيم. القرار لدينا هذا هو السؤال نعم. القرار لدى هذه الميليشيا أم في طهران؟ فرق بين الفصائل وبين الحشد الشعبي. الحشد الشعبي مؤسسة حكومية، هؤلاء الذين تطوعوا وإن كانوا تطوعوا مع الفصائل انخرطوا ويأخذون رواتبهم وسجلاتهم كل مع الحكومة. أما الفصائل هذه التي هي تنضوي للقرار الوطني أو لا؟ نعم، هذه ضد، يتحركون بالضد من الأمريكان ويقولون أن أدوارنا تنتهي عندما. من يتخذ القرار هنا؟ لابد أن تكون اليد العليا للدولة الوطنية العراقية. هي لا لمن؟ لا الآن، لا لا الآن يتأثرون بقرار الدولة، والدليل على أن الحكومة ذهبت لن يعود يدفعون لمحور المقاومة الآن. والردود التي تمت على مدى الأشهر الماضية حينما تم الهجوم على بعض من القواعد الأمريكية، بنفس الوقت هم ينظرون إلى مصلحة الدولة. الآن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة، هم الآن لا يوجد أي خلاف وربما حتى تفاوض. الجانب الأمريكي بالمناسبة نعم يؤمن بالاختلاف مع هؤلاء، لكنه بنفس الوقت لديه رسائل متبادلة. طيب. وربما هذه النقطة التي أثارها الدكتور سمير في بداية البرنامج، أنه ربما إيجاد قوى أو موجودة في المنطقة تحاول أن تؤثر على بعض الدول العربية، لكن أمريكا بنفس الوقت هي من زرعت كل هذه. طيب، ولكن سؤالي الأخير سيد شريعتي، لأن الوقت انتهى تماما، ليس لدي وقت، ولكن هذه مغامرة أقوم بها الآن، أسألك بشكل واضح، الانطباع العام لدى قطاعات واسعة في هذه المناطق التي تتواجد بها ما يسمى، وأرجو ألا يغضبك التعبير، الأذرع الإيرانية، أن القرار في طهران ولمصالح إيران وليس لمصالح هذه الدول. إجابة قصيرة إذا سمح. من دون شك أن التحالف الذي نسميه اليوم بمحور المقاومة كان إيران الدور الأساس في تأسيسه وفي دعمه، وهناك تنسيق بين هذه الفصائل، وهناك تنسيق بينها وبين إيران وفق مفهوم وحدة الساحات، لكن هذا لا يعني إلغاء القرار. القرار مستقل لهذه القوى كما أي حلف عسكري آخر، يعني مثلا حلف الناتو هل يلغي القرار لكل دولة من الدول المنضوية تحته؟ لا، لكل من هذه الفصائل قراره المستقل وفق مقتضيات المنطقة التي يعمل بها. لكن هناك في حلف الناتو القرار في أمريكا، وفيما يسمى بالممانعة القرار في إيران. هل خلقت إيران، سؤال أخير لحضرتك، هل خلقت إيران محور جديد أو علاقات جديدة، ولا أمس إسرائيل ضربت حزب الله والآن تستعد لدخول رفح؟ ما الذي فعلته المقاومة؟ للحوار، ما الذي فعله للحوار للحوار التي قامت بها الحوار بقية الاتفاق مع أمريكا للحوار بقية. ولكن اسمح لي دكتور، أشكر ضيوفي الأعزاء، النقاش سيظل مطروح مرة أخرى في محل نقاش. إلى اللقاء.